اخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الو كملوا دروس ديالنا ان شاء الله كربع المنزليه من صفر حتى الاحتراف. الو في الدرس ان شاء الله غادي نحاولوا نشرحوا الفا فيو اناره ذهب و اي. الو غادي نخدموا هنا بدو كونتاكت. هنايا شنو عندنا كونتاكت الاولى نشرحوا واحد بواحد. هذا هو الكونتاكت اللي خدمنا به سامبل اليماج يعني بحال لونط واحد لبريز دو كور. الو هذا هو تما نقدروا نخدموه فاي فيو نقدروا نخدموه فاي فيو. كيفاش عندنا هنايا طروا ديال لي بون كيما كتشوف عندنا طروا ديال لي بون. عندنا هذا هو اللي كيعطينا لهاد الاطراف بجوج رقمهم. عندنا هاد الوسطاني هو الان هذا الدو وهذا الطرو. عندنا هنايا الان هو اللي كيعطي اما الدو ولا الطرو. ملي كنديروه سيرو سامبل يعني دائما كنبرونشيو في الان واحد الطرف اما نبرونشيو في الواحد وجوج ولا الواحد وثلاثه. يعني الواحد كنكليكي لهاد جي على هاد الشكل غنعطي الواحد مع الدو، كليكيت لهاد جي غنعطي الواحد مع الطرو. هذا نخدموه فاي فيو وسيرو سامبل. سيرو سامبل شفنا كيفاش غنخدمو به، دابا غنخدموه فاي فيو. هنايا البريز دو كورون ما عندناش به غرض، دابا عندنا الغرض فاي فيو. هذا هو يمكن لك دير هنايا ساروت يعني هنايا ديال فاي فيو وهاد البريز دو كورون تخدمو لحاجه اخرى يعني ما عندهم حتى علاقه. هنايا كل واحد تخدمو بوحدو. الو هنايا عندنا هاد ساروت ديال دو دوبل فاي فيو. هنايا دوبل فاي فيو بمعنى هاد البارت اللي فيه ثلاثه هذا هو الكوما ديالهم كيعطينا الواحد وكيعطينا الجوج. عاوتاني هنايا عندنا الكوما كيعطينا الواحد وجوج. هنايا نخدمو دو لونب يعني كنتحكمو في دو لونب. هنايا دوبل فاي فيو دوبل فاي فيو نقدرو نخدموها دوبل اليماج. نحيدو هاد الجوج الفوقانيين ونخدمو بجوج التحتانيين. هذا يتحكم ليا في لا لونب وهذا غيتحكم ليا في لا لونب يعني كل واحد يتحكم ليا في بولا. الو الى هنايا هنايا غادي نخدمو فاي فيو. نحاولو نخدمو بهاد السوارت بجوج هما اللي موجودين حاليا. غنخدمو بهذه فاي فيو وهنا غنخدمو كونتاكت واحد اما نخدمو بالطرف ولا الطرف اللي بغينا غنخدمو بطرف واحد. الو نشرحو هنايا لا شيما ديال فاي فيو عاد ندوزو التطبيق ديالها ان شاء الله. الو الفاي فيو اش كيكون عندنا؟ تكون عندنا واحد الكوما يعني هو اللي كيعطينا نسميوه هنايا الاه كيعطينا الدو والطروا. هنايا عاوتاني الاه اما كيعطينا الدو ولا الطروا. هادو واش كيتسماو؟ هادو لي روتور. هادو لي روتور. الو هنايا الاه كان معطي الدو وهنايا كان عاوتاني الاه معطي الطروا. هنايا لا لامب طافيه اون فوا غنكليكي يعني الواحد غيولي عاطي الطروا غتخدم ليا لا لامب. انا مشيت فهاد الدروج يعني طلعت اون فوا غادي نطلع الفوق شنو غادي ندير؟ غادي نبرك على الساروت غيحول ليا الاه للدو ولا لامب غادي تولي نو اليمي. الو نشرحو هادي لي فيها دو نشرحو هادي لي فيها دو على هاد الشكل دو ديال لي كوما ودو ديال لي روتور. جوج ثلاثة جوج ثلاثة. حنا باش نخدمو نخدمو غير بطرف واحد اما نخدمو بهاد البوان اولا نخدمو بهاد البوان. هنا راه جوج هادي نسميوها البوان ان وهادي البوان دو. نخدمو حنا غير بواحد اللي غنخدمو به هنا كما كتلاحظو هنايا هاهو فينا هو هذا الكوما هو لا فاز. هذا هو الفاز وهذا اللي خدينا وهادو هما لي روتور اللي درناهم بالصفر. روتور درناهم بالصفر ولا فاز هو اللي عطيناه بالحمر. خدمنا واحد الطرف واحد اللي خدمنا خدينا بهاد الطرف واحد الطرف ايليميني ما خدمناش به. هنا عندنا غير فاي فيو. ملي غنوصلو لدوبل فاي فيو غنخدمو بطرفين معا. الو ندوزو دابا للتطبيق. هادشي اللي قلناه دابا الور نحاولو نطبقوه. الو كيف ما قلنا هنايا خدينا هنايا هادي هي دوبل فاي فيو هادو هما اللي موجود حاليا ولكن خدمنا غير الطرف. هو اللي خدمنا به خدمنا بالان. هنايا الان عطينا الدو والطروا. الان هو لا فاز دو والطروا لي روتور. اما فين خرجوا عادي هادو هما لي روتور. هادو هما لي روتور وهذا هذا هو اللي غيمشي لا لام. هذا غيمشي لا لام يعني فاي فيو شنو كدير؟ كتعطيني تنعطي لا فاز على هاد الشكل. ندخل لا فاز هنايا هنايا دخلت لا فاز كندير روتورات. روتورات فين غنديهم؟ غنديهم من القاصه الاخرى. غنديهم من القاصه الاخرى على هاد الشكل.
روجت ولا زغير صقور في الدوه الطروه وهذيك هما هنا ولا غيمشي ليا لا لامب هو هذا الحمر ولا غيمشي لا لامب غادي نجيب ليا الروجو غنجيب ليها نودر وانا كملت الفايفيه ديالي الو هنايا هذا هو الوسطاني هذا هو اللي غيمشي لا لامب على هذا الشكل ولا غنديروه الوسط هو الكوما ولي روتور وملي في الجنب هاد لي روتور وخا تقلبهم ما عنديش مشكل واخا يوليو بحال عمليه اكس ما كاينش مشكل هذوك غير لي روتور كيف ما لصقتيهم المهم غير ما تحاولش تقلب ما بين لي روتور والروتور اللي غيمشي للبوره يعني لا فاز اللي غيمشي للبوره هذو اللي ما تحاولش تقلب بيناتهم اما الروتورات ما بين الدوه والطروه والدوه والطروه ديال يعني هاد الصفر هاد الصفرين واخا تحاول تقلبهم هنايا هذا هو اللي درتيه هنا الاول ديريه هنا هو الثاني ما كاينش مشكل الو هنا شنو بقات عندنا بقات عندنا لا لامب على هاد الشكل لا لامب هي اللي بقات عندنا هاهي سالات الفايفيا بشكل بسيط وسريع يعني ساهل ما فيهاش شي حاجه اللي كثيره هذا لامب ديالي هذا النودر وهذا الروتور اللي جبتو من النقاصه الثانيه ديال الفايفيا نرجعو هاد الخيط هنايا واش غنحتاجوه مرة أخرى نقطعو واش غنحتاجوه مرة أخرى إن شاء الله حتى لهنايا سالينا العملية ديالنا كنجي من هنايا جبت واحد لافاز هاهو جبتو النقاصة الأولى الروتورات ديتو من النقاصة الثانية ومن النقاصة الثانية فيها هاد الكومه جبتو البورة وعطيتها نوتر بطبيعه الحال هو هذا هنا دائما ديجونكتور ديال اللي تقطع ليا على لاستراسيو كامله وهنا ديجونكتور مانيتو سيرميك راه هذا مانيتو سيرميك هذا الفرق ما بيناتهم هذا كيقطع ليا على الفاز النودر يعني بيبولير وهذا اني بولير يعني كيقطع ليا على طول واحد هو لا فاز الو هنا نجيبو حلاله ونبرونشيو ان شاء الله ونشوفوا العمليه الو نكملو واش قلنا هنايا ديجونكتور مانيتو سيرميك بيبولير هنايا اني بولير تقطع علينا على فاز هنايا تقطع علينا على فاز و نوتر الو هنايا الفايفيه الاولانيه وهذه الفايفيه الثانيه خدامين بالطرف بوحدو هذا هو ما خدامينش بيه خدامين غير بواحد كما شرحت لكم الو دابا عطيونا على المونطاسيو هنايا ديجونكتور مانيتو سيرميك يعني اللي تقطع لينا ستارسيو كامل هو الاولاني وهذا الثاني هذا قوم الثاني الو هنايا طفات من هنايا مشعله من هنايا على هذا الشكل نعاود نطفيها من هنا شعلتها من هنا نعاود نطفيها بغيت نطفيها من هنا انا غير شعلتها وبغيت نطفيها من هذاك نفس الطرف على هذا الشكل بغيت نطفيها من هنايا نطفيها من هنا بغيت نشعل من هنا نطفي من هنا ما عنديش مشكل منين ما بغيت نشعل ونطفي ما عنديش مشكل الو هذه سامبل فايفيه يعني فايفيه سامبل فايفيه الا بغيت نخدم بار اكزومبل دوبل عندي الدروج الاولاني والدروج الثاني كاين مازال بنادم كيغلط فيها من هاد الطرف غنعاود ناخذ من هاد الطرف اللي قاعد من هنايا غادي ناخذ منه وغادي نمشي الطرف الاخر يعني هاد العمليه غادي نكررها جوج مرات ما عنديش مشكل حاجه اخرى الحصه الجايه ان شاء الله اش غادي نشرحو غنشرحو الفايفيه اللي تتحكم فيها من كثر من جوج سوارز يعني تحكم فيها من 3 4 5 اللي بغيت هذه فاش غادي تنفعنا كنتفعنا في لي شومبر ديال بيت نعاس بيت نعاس يعني كتكون واحد الناموسيه في الوسط وكيكون عندنا بريز على اليمين وبريز على اليسار وواحد تيكون في الداخل ديال الباب يعني داك اللي كيكون في الداخل ديال الباب تنشعل على لامب بغيت نعس الو عندي ساروت على اليمين وساروت على اليسار يعني اللي بقى متاخر في الليل كي ساروت حداه كي ديكلونشي ساروت وهي لا لامب طفات لا يمكن انك انت ناعس
المدام منعز حداك تقول لها طفي طفي معاك هذيك النقاصه من اللي شغادي تبقى طفي واحد منا واحد منا لا يمكن صافي كل واحد ونقاصه حداه فقتي انت شريف غادي تكليك على النقاصه من حداك فقت هي غادي تكليكي صافي هادشي اللي كاين ماشي غادي ندير لا لامبو حدا تبقى تبقى طفي طفي معاك النقاصه لا ما جاتش خص كل واحد ونقاصه حداه هذه هي فاش كتنفعنا هاد الضيفيه ديال طروا ديال الانتيريبتور يعني طروا ديال النقاصه اللي كنتحكموا فيها اما الا بغات دير ربعه ولا خمسه ولا شي حاجه تولي في تريريبتور يعني غتقام لك غاليه الا درتي ربعه النقاصات بحال بات ديرها في واحد الكورواره ولا في المرح على هذا الشكل يعني البيت اللي خرجتي منه وكت تخدم منه حلاله تقدر ديرها بفايفيه تقدر ديرها تقدر دير ربعه السوارت خمسه السوارت سته السوارت ولكن غيطلعوا لك غاليين يعني هذوك الكابل اللي غيدوز يطلع لك غالي اكثر من تيليربتور تيليربتور شنو كتحتاج كتحتاج غير فاز وروتور من لي بوطون بوسوار يعني كتحتاج غير دو كابل الفايفيات تحتاج لك طروا ديال لي كابل يعني عوض انت غادي تشري تيليربتور ديرها 70 درهم ولا 75 درهم غادي تولي خاسر اكثر منها في لي كابل هذا هو اللي كان عندنا في هذه الحصه ان شاء الله الحصه الجايه نكملوا الفايفيات طروا ديال الانتيليربتور ان شاء الله كما قلنا والى هنا تنتهي هذه الحصه اللي مازال ما تابوناش معنا اولا كنتي اول مره كتشاهد هذا الباج حاول تابونا معنا ودير تفعيل جرس ليصلك كل جديد ان شاء الله والى هنا السلام عليكم.